شكرا زميلي أسامة. إذا نبارك للعين حصوله على بطولة الدوري. معي في هذه الأثناء من يقف على قمة الهرم الإداري لاتحاد الإمارات لكرة القدم سعادة يوسف يعقوب السركال. نبارك لكم ختام بطولة الدوري في محطة التتويج للعين الآن في هذا اليوم. كيف تقيم الموسم ونحن نقف اليوم في محطة التتويج لفريق العين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقول مبروك لنادي العين، مبروك لجماهير نادي العين، لمجلس الإدارة، للاعبين. يعني الفوز ببطولة الدوري العام الفوز المستحق بهذه البطولة. مبروك لنا جميعا نهاية الموسم، ولو أن باقي مباريات باكر إن شاء الله نشوفها بالنسبة لتحديد المراكز الأخرى وكذلك مركز الفريق اللي بينزل إلى دوري الهواء. الحمد لله استمتعنا بمسابقة جميلة، استمتعنا بمسابقة الحمد لله بمستوى عالي. نتمنى إن شاء الله أن نكون أسعدنا جماهيرنا وقدمنا عمل يرضي. أكيد هناك بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، المهم أن احنا الحين نفرح ونقيم الموسم مو باليوم، ولكن نقيمه في جلسات وفي من خلال دراسة وليس من خلال يعني وقفة في مقابلة بسيطة مثل هذه. يعطيك العافية. الله يعافيكم، مشكورين، الله يحييك. إذن كان هذا حديث وتصريح سعادة يوسف يعقوب السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. تعود لك الكلمة من جديد زميلي أسامة، تفضل.